بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زي ما تلاحظون الآن السعودية كم برج في ترتيب؟ الرابعة الآن. الرابعة في الأتاكس. وزي ما أنتم شايفين الخطوط تشير إلى هجمة على السعودية جامدة. الهجمات تأتي من آسيا ومن روسيا وأي دولة يعني أكثر. الآن الهجمات مركزة على الإمارات. الآن احتلت السعودية رقم 3 والإمارات رقم 2. واضح أنه مستهدفة الدولة يعني بشكل كامل. هذا ملخص. السلام عليكم.